دايما اشرف فبراير. بس ياسر طبعا يعني هدي له برضه المعذره ان هو اخر مباراه كان لعب ضد كانت اخر مباراه ليه تقريبا الزمالك، وانا كنت متوقع ان حتى بعد مباراه الزمالك ان هو ممكن هيلعب مع بدر بانون يعني، فاهم قصدي؟ ففجاه قام قاعد، ودلوقتي برضه غياب بدر النهارده ان هو ما رضيش، ما اعرفش يعني ايه الموضوع بالظبط، ما لعبش ليه او ايه الاسباب ان هو ما لعبش فيها. فان انت بتشاركه مره واحده بصفه اساسيه، وخصوصا كمان مقاولين خد بالك يعني كان عنده برد شوية، فده ألف سلام عليه طبعا أكيد، بس هو يعني برضه خد بالك المشاركة إن هو مرة واحدة تبقى كنت بتشارك أساسي وبعد كده تقوم تقعد وبعد كده تبدأ تاني، خصوصا في المدافع دي بتأثر بشكل كويس. فأنا هديله يعني العذر بتاعه إن هو بعيد بقاله فترة، أما إلى حد ما كانش وحش يعني. ممكن حتى بص يعني أقول لك على حاجة، حتى الأخطاء يعني في خطأ النهاردة للنادي الأهلي في الجزء الدفاعي، الجون الهدف الثاني بالذات، اتنين مهاجمين ضد أربعة، فهو نتيجة تمركز وعدم تركيز، ده برضو نتيجة البعد عن المباريات. برضو خلينا نتكلم برضو علي لطفي، واتكلمت انا قبل كده على علي لطفي بشكل كبير جدا في فترات كبيرة جدا من البداية تقريبا من الموسم اللي فات، وقلت النادي الاهلي عنده فقدان في جزئين، الجزء اللي هو حارس المرمى لو غاب الشناوي زي ما حصل كده مفيش البديل، مع احترامي لاي حد، زي ما في علي لطفي، علي لطفي وفي مصطفى شوبير. اسلام ده علي لطفي النهارده في كورة في البداية، الناس اكيد عارفة اللي متابع كويس، بدايه لسه الماتش بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المفروض ان الكره ده جوه ال 18 بيرجع بظهره. يعني دي اساسيات كره، المفروض ان انت بتطلع بتاخد الكره، انت بيهرب، تخيل انت حارس مرمى اللي هو بيمسك بايده بيهرب من الكره، ادي دي كانت البدايه. جايز يمكن في كابتن ابو الذهب يعني بص يا اسلام فقدان ثقه، انا مش هقضيها جايز، فبالتالي ما بيلعبش جايز دي، فاهم قصدي؟ في نادي تاني يا ابراهيم ماشي. يعني جايز دي في نادي تاني مثلا بعيد عن الاهلي وبعيد عن الزمالك، تمام، بعيد عن الانديه الجماهيريه وبعيد عن الانديه الكبيره، جايز دي ممكن في واحد بيلعبش بقاله كتير يا جايز دي واحنا بنلعب يعني خماسي، لا جايز دي احنا بنلعب خماسي، فاهم قصدي؟ الراجل ما بيلعبش بقاله كتير، مالهاش دخل، بص مالهاش اعذار يعني مالهاش خالص. التدريب في النادي الاهلي، بص التدريب في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك انت كانك بتشارك، فان انت بتظهر بمستوى اقل فدي امكانيات، وانا قلتها قبل كده ان هو مع احترامي ما يستحقش ان هو يبقى احتياطي في النادي الاهلي، في افضل منه بكتير. في حاجه كمان يا ابراهيم، ممكن عايز اقول لك على حاجه، لما بتيجي تعمل تقسيم اسلام بين الاحتياطي والاساسي هتلاقي الاحتياطي في النادي الاهلي او في الزمالك اقوى من فرق كتير، فانت بتشارك وانت النهارده في النادي الاهلي انت بتجيب لعيب، انت بتلعب في النادي الاهلي يعني انت تحت امر المدير الفني في اي وقت، لازم تبقى مركز على اساس ان انت لما تطلب منك ممدد عقد علي لطفي. انا ما اعرفش بصراحه، بس هو بس يعني انا مختلف معاك، انا شايفه ان هو حارس مميز، بس ما خدش انت بتشوف حاجه، ما خدش يعني فرصته، ما كانش فرصته لا يعني في ظل تألق محمد الشناوي. لا بس انت لازم تديله، لا في ماتشات كتير جدا تديله فينا كابتن بعد النهارده، ما انا بقول لك لا انا بقول لك قبل هو النهارده المستوى النهارده علشان ما بيلعبش يا ابراهيم، ما بقاله فتره ما بيلعبش يا ابراهيم، وبعدين الحارس حارس المرمى غير اي لاعب انت هتفوق على علي لطفي. لا والله مش عايز هتصلى على النبي يعني، انت لما هتفوق على علي بس، لا والله اصل كورتين روح، انت مش قصدك انا لو مدرب هيجيب لي شغل. احنا مش قصدنا نقطع في علي، لا هو علي لطفي لعيب كويس او ان احنا نتكلم عليه بشكل، لا هو جون كويس جدا بس بعيد عن الماتشات. ايوه ما هو مش ذنبه بقى، ولا ذنب ايوه ما احنا ولا ذنب، الراجل ما بيعملش مشاكل، معلش 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 مش ذنبي بديل منتظر المشاركه، ما هو بس مش ذنبي وقت ما احتجته، ما هو انا مش ذنبي، انا برضه انا كمان اتفرج على ماتش حارس مرمى للنادي الاهلي حتى لو احتياطي بالشكل ده، ما هو مش ذنبي ولا ذنب كابتن محمود ولا ذنبك ولا ذنب الجماهير. هو الهدف الاول ما يتحملوش برضه تمركز، لا تمركز ايه بس خليني اقول لك، ايمن اشرف ابراهيم حارس المرمى غيرت اتجاهها، بس الراجل هيعمل ايه؟ بص انا مش انا مش حارس مرمى تمام، انا مش حارس مرمى صح، ما لعبتش حارس مرمى لا يعني ولا خماسي لا شويه يعني حارس المرمى ايه هو رد فعل وتمركز ومركز على الكوره. ايوه بس الكوره لما بتغير اتجاهها ابراهيم بتغير في نص الجول، ما غيرتش في زاويه اتجاهها ابراهيم، ما غيرتش في زاويه يعني، فاهم قصدي؟ يعني انت عايز تحمله الهدفين؟ لا ما هي عدم، هي تمركز وتركيز، هو من البدايه بص يا اسلام من البدايه خالص من بدايه المباراه يا كابتن لو حضرتك تابعت، اول كوره دخلت 18 بيرجع بظهره، دي كانت البدايه. طب انت تخيل بقى انت الكوره جوه ال 18 المفروض طبيعي انا مدافع بجري مع مهاجم فطبيعي حارس المرمى بيطلع يريحني، تخيل انت بتعبني انا كمدافع يعني، دب خلى تقريبا ياسر ابراهيم يدب سبرنت لحد جوه ال 18 عشان يطلعها، ادي البدايه، بعد كده الهدف، والهدف التاني طالع مع احترامي ما اعرفش بيعمل ايه بجد والله يعني، الجون التاني كده لو الناس تتفرج عليه
انا اول مره اشوف واحد انفراد طالع بين تغطيه ايه ده عايز يمسك الكوره. المدافعين انا بتكلم عن المدافعين. ما المدافعين اتنين مهاجمين من المقاولين ضد اربعه مدافعين. طيب وحارس مرمى طالع بيمسك الكوره ما اعرفش ازاي يعني رايح بيصلح غلط صلح مدافعين. ايه ده استنى شفت الطلعه بتاعته. شفتها ده طالع مظاهره والله مش طلعت حارس مرمى خالص. طيب هو بصرف النظر وكل الاحترام لعلي لطفي اكيد بص كل الاحترام وامكانياته انا شايف ان هو حارس مميز جدا ده وجهه نظرك بس انت. بس هو ما خدش يعني مباريات كتير وانت اكيد يا كابتن ابراهيم يعني لما او كابتن محمود اللاعب لما بياخد مباريات كتير بيصلح طبعا من اخطاءه وانت بتتكلم على قفشه النهارده مش زي ما بدا مع النادي الاهلي دلوقتي عنده ثقه لان خد مباريات كتير. بص اسلام بشوف انا مع احترامي للكل معلش في لعيبه تصلح للنادي الاهلي تصلح لنادي الزمالك وفي لعيبه لا تصلح ده انا اللي بتكلم فيه مش اي لاعب طيب يلعب في النادي الاهلي واي لاعب يلعب في نادي الزمالك بس عشان ايه نقفل القصه دي تمام. طيب كابتن